النشرة التاسعة مساء من القاهرة الإخبارية. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة من القاهرة عاصمة الخبر. وإلى أبرز العناوين: غدا في السودان توقيع الاتفاق الإطاري لإنهاء الجمود السياسي. أوروبا وموسكو تتاهبان لتطبيق قرار تسقيف سعر النفط الروسي. ووزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع روسيا ممكنة إذا أبدت اهتماما بالدبلوماسية. أهلا بكم. يوقع غدا الأطراف السودانية بنود الاتفاق السياسي الإطاري، وتضمنت أهم بنود مسودة الاتفاق تنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين، والتأكيد على جيش وطني موحد مهني مع دمج قوات الدعم السريع في الجيش، والاتفاق على شخصية مدنية شرفية لرئاسة الدولة. كذلك أشارت المسودة إلى اختيار رئيس وزراء انتقالي من قبل قوى الثورة الموقعة على الاتفاق الإطاري، وتحديد الفترة الانتقالية بعامين منذ لحظة تعيين رئيس الوزراء، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام. والآن مع ملف أزمة الطاقة وتسقيف سعر النفط الروسي. يدخل قرار الاتحاد الأوروبي بتسقيف سعر النفط الروسي عند 60 دولار للبرميل حيز التنفيذ غدا الاثنين، ويتضمن القرار عدم السماح لشركات للشحن في الاتحاد بنقل الخام الروسي إلا إذا كان مباعا بالسعر الأقصى. يتضمن أيضا مراجعة هذا الحد كل شهرين بدءا من منتصف يناير لإبقائه أقل من سعر السوق بنسبة 5%. يهدف القرار إلى الحد من مكاسب روسيا التي تستخدمها في تمويل العملية العسكرية بأوكرانيا. أعلنت مجموعة أوبك بلس الإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، وسيجتمع الوزراء الرئيسيون في المجموعة المرة المقبلة في أول فبراير المقبل، بينما من المقرر أن ينعقد الاجتماع الوزاري الكامل يومي الثالث والرابع من يونيو. ويأتي هذا القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبعة على سقف سعري للنفط الروسي. هذا وقد جددت روسيا رفضها تسقيف سعر نفطها التي اتخذته الدول الأوروبية. قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن بلاده لن تصدر النفط الخاضع لسقف سعري حتى لو اضطرت لخفض إنتاجها من الخام، وأضاف أن موسكو تعمل على وضع آليات لحظر استخدام سقف سعري بصرف النظر عن المستوى المحدد، لأن مثل هذا التدخل يمكن أن يزيد من زعزعة استقرار السوق. وللمزيد من المتابعة حول هذا الملف ننتقل الآن إلى الزميلة إيمان الحويزي. إيمان، شكرا لك آية، وشكرا لك خيري.
المزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا من لندن الدكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد جامعة بورتسموث. إذن دكتور أحمد أهلا بحضرتك معنا. بداية سأبدأ معك بالرد الروسي. موسكو تقول أو تتحدث عن آلية لمواجهة مسألة السقف السعري، كيف من الممكن أن يكون شكل هذه الآليات في التعامل مع مسألة السقف السعري؟ اهلا وسهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. خلينا فعلا نقول ان روسيا اتجهت الى ان هي يعني محاوله الضغط على الاتحاد الاوروبي بانها سوف تتوقف عن بيع النفط للدول التي سوف تقوم بتطبيق سياسه الحد الاقصى لسعر البترول. بنتكلم على سعر 60 دولار للبرميل، حاليا السعر المتوسط وصل 65، يعني هو في الامد القصير ليست هناك خسائر كبيره بالنسبه للجهه الروسيه، ولكن هو امر قد يكون له توابع اقتصادية كبيرة على روسيا. أيضا يعني إذا استطاعت روسيا تخفيض أيضا الإنتاج، ده سوف يؤدي إلى ندرة في السوق وسوف تتجه الأسعار إلى ارتفاع مرة أخرى. وهنا هيكون دور دول مثل دول الأوبك أو منظمة الأوبك في زيادة أو تخفيض معدلات الإنتاج الخاصة بها. ده هيكون أمر هام جدا في تحديد ما سوف نشاهده في الفترة المقبلة من في أسعار النفط والغاز، وأيضا فيما إذا كانت تلك السياسات سوف تؤثر على إيرادات روسيا فيما يخص عملية الحرب، أو تستطيع روسيا عن طريق تخفيض الإنتاج أن تبقي على الأسعار مرتفعة مرة أخرى. روسيا هناك ببعض التناقض في الحديث الروسي، يعني في الوقت اللي بيتحدثوا فيه عن آليات لمواجهة هذا الأمر ورفض تام، أيضا هناك حديث حول أنه المستهدف روسيا صحيح، لكن الذي سيتأثر بدرجة أكبر الاتحاد الأوروبي. ما رأيك في هذا التناقض؟ وفعلا الأزهر سوف يكون، يعني إحنا حاليا عالميا بنشهد معدلات تضخم مرتفعة جدا، وبنشهد ارتفاع في الأسعار بشكل متسارع جدا في حتى في المنتجات الاساسيه، ليس فقط يعني في الغاز وفي في الغاز وفي البترول فقط، لا بنشهد اثر مباشر على المواطنين داخل اوروبا، ارتفاع فواتير الكهرباء، بنشوف يعني اضرابات في قطاعات مثل قطاعات الصحه وقطاعات حيويه داخل بريطانيا على سبيل المثال من اجل المتطلب ارتفاع الاسعار، وذلك بسبب تكلفه المعيشه وارتفاع تكلفه المعيشه. فاحنا بنرى فعلا اثر لحرب واثر ل عملية الضغوط الروسية على الضغوط الأوروبية على روسيا بشكل مباشر على المواطنين داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن للأسف يعني الاتحاد الأوروبي ليس لديه بديل آخر للضغط على روسيا إلا عن طريق الحرب الاقتصادية من أجل الحد من الإيرادات التي تستخدم في الحرب، وده اللي احنا بنشوفه في الفترة الحالية. خلينا برضو نأكد أن يعني محاور الحرب أو ليست فقط هي روسيا والاتحاد الأوروبي، هناك ايضا الصين على سبيل المثال. يعني الصين كانت من الدول المستخدمه بشكل كبير للغاز والنفط، اتجهت الصين في الفتره الحاليه الى سياسه زيرو كوفيد، وده اثر على استخدام واثر على استيراد الصين للنفط والغاز، وده قد يؤثر ايضا على الطلب في السوق العالمي، وقد تضطر روسيا الى ان يعني تتحال وتبيع بسعر 65 بسعر 60 دولار. نعم. من أجل توفير الموارد الخاصة بالحرب على أوكرانيا. 60 دولارا أصلا هو سقف أو سعر رفضته بعض الدول الأوروبية على سبيل المثال، كانت بولندا رافضة له في البداية، وأيضا خرجت أوكرانيا وصفته بالقرار الضعيف. ما رأيك في هذا الشأن، وهل هناك ربما يظهر اتجاه آخر للوصول إلى سعر بخلاف هذا السعر؟ خلونا ان السعر حاليا في السوق هو سعر بنتكلم على متوسط 65 دولار، يعني بنتكلم على السقف او الحد الاقصى هو 60 دولار، بنتكلم على يعني فرق ما بين السعر السوق او السعر العادل بنتكلم على 5 دولار فقط برميل، وليس يعني ليس مبلغ يعني مرتفع، وليس ولن يكون له اثر كبير على الايرادات الروسيه في الفتره الوجيزه او خلال يعني في الشورت ران، ولكن يعني في سوف يتم مراجعة السعر مرة أخرى، وقد تتجه دول الاتحاد الأوروبي إلى تخفيض الأسعار مرة أخرى أو تخفيض الحد الأقصى مرة أخرى. وأيضا يعني هو الأمور متشابكة، لأن احنا نعلم أن العرض والطلب هو من يحدد السعر في السوق العالمي، وهناك منظمة الأوبك تجتمع بشكل دوري
من أجل تحديد. على ذكر أوبك، مسألة الإبقاء على السياسة الإنتاجية والسعرية وعدم التوجه إلى تقليص وتخفيض الإنتاج مرة أخرى كما كان يتوقع البعض في هذا الشأن، ما علاقة هذا أو كيف يؤثر هذا القرار لأوبك بالقرار المتعلق بالسقف السعري؟ أوبك يعني لها دور كبير في تحديد أسعار النفط عالميا، لأن يعني هناك علاقة طردية ما بين الإنتاج والسعر. يعني في حالة زيادة الإنتاج أو زيادة المعروض تنخفض الأسعار، وفي حالة تخفيض الإنتاج ترتفع الأسعار. من هنا الأوبك لها دور كبير في محاولة موازنة سعر البترول أو الغاز في السوق العالمي. يعني وده اللي حاولت، يعني احنا ذكرنا سابقا حاولت الاتحاد الاوروبي وحاولت امريكا بشكل مباشر الضغط على اوبك من اجل زياده الانتاج، زياده انتاجها من اجل تقليل الطلب على النفط الروسي، وبالتالي تستطيع العقوبات الاوروبيه والامريكيه على روسيا تحقيق اهدافها. ولكن الاوبك يعني تقول انها يعني تحاول ان توازن الامور من اجل عدم الإضرار بالسوق العالمي وعدم الإضرار بالإنتاج. إحنا بنشهد يعني زي ما حضرتك تلاحظ في أزمة عالمية في الأسعار، صحيح، في ارتفاع في الأسعار المنتجات، وفي أثر على المواطنين بشكل مباشر في جميع دول العالم. وده قد يكون يعني له أثر أيضا ومردود على الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة. يعني سوف نرى، أشكرك، إذا كان الاتحاد الأوروبي سوف يستمر في فرض عقوبات أو تشديد عقوبات أو سوف يتجه في اتجاه المعارك. شكرا جزيلا لك الدكتور أحمد عبود أستاذ الاقتصاد جامعة بورسموث، شكرا، كنت معي من لندن، جزيل الشكر. إذا مرة أخرى نعود إلى آية وخيري لاستكمال باقي ملفات النشرة، إليكما. شكرا إيمان. أكد رئيس شبكة الكهرباء في فرنسا إكسافيه بيتشاكزيك أن المستويات المرتفعة لتخزين الغاز في أوروبا عززت بشكل كاف من القدرة الإنتاجية للطاقة على مستوى القارة، مما يشير إلى إمكانية تحمل أي مخاطر محتملة في الطاقة خلال الشتاء الحالي. كما أضاف أنه من خطر انهيار تدفقات الكهرباء وخفض شامل لصادرات الطاقة عبر أوروبا هذا الشتاء، مؤكدا أن القارة تعمل جاهدة على تجنب انقطاع التيار الكهربائي. قال النائب عن القرم سيرجي تيسيكوف إن روسيا تريد لفت انتباه المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي إلى خطط كييف للقيام بأعمال استفزازية من شأنها تعطيل خط أنابيب توجلياتي وأوديسا لعرقلة مبادرة الأمم المتحدة لاستئناف عبور الأمونيا. قال النائب أنه سيتم تنفيذ انفجارات بعبوات ناسفة على الأسطح أعلى مرافق تخزين الأمونيا من أجل تدمير الأسقف المعلقة، فضلا عن تقويض البنية التحتية لمتجر إعادة شحن الأمونيا، وادعاء الهزيمة نتيجة ضربة صاروخية من قبل القوات المسلحة الروسية. الآن إلى ملف تطورات الأزمة الأوكرانية. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن التوقف التام عن الحديث مع روسيا خطأ كبير، وأن المساعي مع فرنسا ستتواصل لإقامة حوار مع موسكو ينتهي بتحقيق السلام. وخلال تسليمه جوائز ماريون دونهوف لأعضاء منظمة حقوق الإنسان الروسية، أشار شولتز أن الحلفاء سيواصلون تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها حتى تنسحب القوات الروسية من أراضيها.
لقد تحدثت مع بوتين كثيرا على الرغم من الخلافات، لأنني مقتنع تماما بأنه خطأ فادح إذ لم نعد نتحدث، كما سنواصل مع حلفائنا تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها لصد هجمات روسيا بشكل فعال، وسنواصل القيام بذلك حتى يوقف بوتين هذه الحرب ويسحب قواته. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراد محو أوكرانيا من الخارطة ومحو الهوية الأوكرانية، ولكنه فشل في ذلك. أضاف بلينكن أن القوات الأوكرانية استعادت الكثير من الأراضي التي كانت روسيا قد سيطرت عليها، معتبرا أن الرئيس الروسي يعمل حاليا على تحويل الشتاء إلى سلاح من خلال قطع امدادات الكهرباء وامدادات التدفئة عن أوكرانيا. أضاف أن المفاوضات مع روسيا ممكنة إذا أبدت موسكو اهتماما بالدبلوماسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت عمليات هجومية في منطقة مدينة أرتيوموفاسك قرب دونتسك، مؤكدة مقتل أكثر من 50 جنديا أوكرانيا وتدمير 6 مدرعات خلال يوم. قالت الوزارة إن قواتها في منطقة خاركييف دمرت مستودعا للنفط تم من خلاله إمداد المعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك بالوقود، كما أحبطت محاولات قوات كييف لشن هجوم في خاركييف شرق أوكرانيا. كما أشار رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركييف إلى تعرض البنية التحتية للطرق والسكك الحديدية لأضرار واسعة النطاق نتيجة الضربات الروسية. نشرت الإدارة العسكرية لخرسون مقطع فيديو لما قالت إنه تداعيات القصف الروسي لمبنى سكني في المنطقة. وأشارت الإدارة العسكرية للمنطقة إلى أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات. يأتي هذا بعد أيام من سحب روسيا قواتها قبالة خرسون على ضفة نهر دنيبرو. نشرتنا لا تزال مستمرة وفيها بعد الفاصل. فرنسا تتأهل لدور الثامنية بالمونديال بفوزها على بولندا بثلاثة أهداف لهدف. من جديد أهلا بكم. قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول إن قوات حرس الحدود العراقية سيطرت على الخط الصفري مع تركيا وإيران لمنع أي اعتداء على سيادة العراق. كما أضاف أن القوات المسلحة العراقية سوف تعزز إمكانياتها بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن تماسك الحدود بشكل جيد وعدم خرقها. كما أشار إلى أن بغداد تسعى لتوطيد علاقتها مع كل دول الجوار بما يخدم مصلحة العراق وكل دول الجوار، ولا تقبل أن تستخدم أرض العراق للاعتداء على أي دولة جارة. وما زلنا في العراق، حيث بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في اجتماع مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات المقررة العام المقبل، وبحضور رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات جليل عدنان. ناقش الاجتماع المعوقات التي تواجه عمل المفوضية وما تحتاجه من دعم وإسناد على المستويين التشريعي والتنفيذي،
وقد اتفق السوداني والحلبوسي على مواصلة التنسيق بين الحكومة العراقية ومجلس النواب لكل ما من شأنه تذليل العقبات أمام مفوضية الانتخابات. تعرضت القاعدة العسكرية التركية في منطقة زلكان شمال مدينة الموصل العراقية إلى قصف صاروخي. أفاد مسؤول محلي في محافظة نينوى أن 8 صواريخ أطلقت باتجاه معسكر زلكان شمال الموصل، مضيفا أن الصواريخ لم تعبر الجبل الفاصل بين ناحية بعيشقة ومعسكر زلكان. وقال أيضا إن مكان سقوط الصواريخ لم يكتشف حتى الآن. قرر المدعي العام الإيراني إلغاء شرطة الأخلاق وفصلها عن القضاء. يأتي هذا القرار بعد نحو شهرين من الاحتجاجات التي تصاعدت في إيران على خلفية مقتل الفتاة الكردية مهيسة أميني بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق. قال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا نديم الزهاوي إن الحكومة قد تستعين بالجيش للمساعدة على ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية من بينها هيئة الصحة العامة. كما أضاف الزهاوي أن هذا ليس وقت الإضراب وإنما تفاوض، لكنه أشار إلى ضرورة أن يكون لدى الحكومة خطط طوارئ، لافتا إلى إمكانية الاستعانة بالجيش لقيادة سيارات الإسعاف. تستعد بريطانيا لمزيد من الإضرابات بعدما أعلنت نقابات تمثل مزيدا من العاملين في قطاعات عدة الانضمام لهذه الإضرابات لحين تنفيذ مطالبهم. وتعليقا على ذلك، لوح رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا نديم الزهاوي بإمكانية الاستعانة بالجيش لضمان استمرار الخدمة العامة. يبدو أن الشارع البريطاني على موعد مع موجة ساخنة من المواجهات التي ربما تنزلق بالمملكة المتحدة إلى مرحلة من الصدام بين السلطات وعشرات القطاعات التي تعتزم خوض إضراب ربما يرقى في وقت ما إلى حد الإضراب العام. إرهاصات تلك المواجهة جاءت بعد تصريحات صارمة صدرت عن مكتب تين داونينغ ستريت، حيث تعهد رئيس الوزراء ريتشي سونك بمنح قوات الشرطة صلاحيات جديدة لوقف الاضطرابات، معتبرا أنه من غير المقبول أن تتعطل حياة الناس بواسطة من يشاركون في مظاهرات غير قانونية على حد تعبيره. أيضا بريطانيا قد تستعين بالجيش، هكذا علق رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا نديم الزهاوي، مشيرا إلى أن تدخل القوات المسلحة يهدف إلى ضمان استمرار الخدمات العامة حال إضراب العمال في القطاعات الرئيسية. تصعيد داونينغ ستريت جاء بعد إعلان عشرات الآلاف من العاملين في قطاعات عدة المشاركة في إضرابات لحين تحقيق مطالبهم، لكن التحدي الأكبر للحكومة البريطانية يتمثل في الإضراب المزمع للعاملين بالقطاع الصحي والتمريض للمرة الأولى منذ عقود بالتزامن مع إضراب عمال القطارات. وهكذا فإن التصريحات بشأن احتمال استدعاء الجيش جاءت ردا على نقابات التمريض التي تتمثل نحو 300 ألف ممرض وممرضة، والتي أعلنت مجددا إصرارها على خوض إضراب قد يمتد لأيام وبالتزامن مع أعياد الميلاد وفصل الشتاء، حيث يزداد الطلب عادة على الخدمات الطبية.
رجال الأعمال في بريطانيا من جانبهم طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الاضطرابات المزمع القيام بها في شركات القطارات خلال عطلة عيد الميلاد، والتي قد تتسبب في خسارة اقتصادية تصل إلى 300 مليون جنيه استرليني. تضخم، أزمة طاقة، اضطرابات، أزمات تشير إلى شتاء قاس وغاضب في بريطانيا، وجميعها يمثل اختبارا لرئيس الوزراء ريتشي سونك الذي لا يزال يعمل مع حكومته لوضع خطط بشأن إصلاح الاقتصاد وتنفيذ ما تعهد به في خطابه الأول باتخاذ قرارات صعبة ومؤلمة لإنعاش الاقتصاد البريطاني. تفاصيل أكثر ومزيد من المتابعة عند الزميلة إيمان الحويزي. شكرا جزيلا لك خيري، وشكرا آية. إذن للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر زوم من لندن ويليام وارد، الكاتب والباحث السياسي. سيد ويليام، مرحبا بك بداية. كما ذكر التقرير منذ قليل، حقيقة ريشي سوناك الآن في اختبار صعب ما بين الحفاظ على حق التظاهر الذي تكفله بريطانيا بكل تأكيد، وما بين أيضا الحفاظ على استمرار الخدمات العامة للمواطنين هناك. كيف من الممكن أن يتصرف سوناك؟ مساء الخير من لندن، شكرا لدعوتي للحديث لقناة القاهرة اليوم. ريشي سوناك في اختبار صعب وموقف عسير، حيث أنه بناء على خبراته السابقة كاقتصادي مخضرم يمكنه أن يدير الاقتصاد البريطاني، وبالفعل حاليا يتعامل مع بعض الإضرابات التي تؤثر على اقتصاد البلاد، وهو شخص نشيط وليس لديه فكرة عن مشاعر العمال الذين يضربون عن العمل وما هو الموقف العسير الذي يعانون منه. يحتاج لابد لزاما عليه أن يضع استراتيجية جديدة للتعامل مع المتظاهرين، لابد إن كان يرغب في تحقيق أثر إيجابي أفضل من أي شيء آخر أن يكون لديه النية الصادقة، لابد أن يكون هادئ وصبورا ويحاول إقناع معظم المتظاهرين بكل لطف أن هذا الوقت ليس المناسب للبلاد لتعاني من مثل هذه المظاهرات والإضرابات، لابد أن يكون هناك طرق إقناعية كثيرة، لابد من بذل المزيد من الجهود للحفاظ على توازن البلاد. لكن ما حدث كان غير ذلك سيد ويليام، ما حدث أنه تم وصف هذه التظاهرات والمشاركين فيها بالأقلية والتظاهرات الغير قانونية، والحديث أيضا عن صلاحيات للشرطة لمواجهة هذه التظاهرات، ولم يتم الحديث حتى عن سقف هذه الصلاحيات. كيف من الممكن أن يكون شكلها؟ طيب سيد ويليام، أعيد على حضرتك السؤال مرة أخرى، إنه ما حدث كان عكس ما حضرتك تفضلت وذكرت بأنه تم وصف هذه التظاهرات بأنها غير قانونية والمشاركين فيها أقلية، والحديث أيضا عن صلاحيات للشرطة. كيف يمكن أن يكون شكل هذه الصلاحيات؟ نعم سيد ويليام، هل أنت معي؟ هل تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال بالسيد ويليام وارد، الكاتب والباحث السياسي من لندن. على أي حال شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى ما تفضلت به من حديث. الآن نعود مرة أخرى إلى آية وخيري لاستكمال باقي ملفات النشرة. شكرا إمام.
ليس بعيدا عما يحدث في بريطانيا، أعلنت الشركة الوطنية لسكك الحديد الفرنسية أن حركة القطارات لا تزال تشهد اضطرابا كبيرا بسبب إضراب المراقبين للمطالبة بتحسين أجورهم وظروف عملهم. كما أوضح المتحدث باسم الشركة أن هذا الإضراب أجبر الشركة الوطنية لسكك الحديد على إلغاء 60% من رحلاتها. كما أشار المتحدث إلى أنه تم تسيير 4 رحلات فقط من أصل 10 على شبكة القطارات السريعة والشبكة بين المناطق في فرنسا. أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير إقليم تجراي انسحاب 65% من مقاتليها من الخطوط الأمامية. قال تديسي وريد القائد الأعلى لقوات الجبهة إنه تم الإبقاء على مقاتلين من الجبهة في بعض المواقع حيث توجد قوات مناهضة للسلام على حد قوله، دون أن يذكر تلك المواقع. يأتي هذا بعد شهر من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع المستمر منذ عامين في الإقليم الواقع شمال إثيوبيا. رفعت إندونيسيا التحذير إلى أعلى مستوى بعد ثوران بركان سميرو في جزيرة جاوا. وصرح مسؤول في منطقة جاوا الشرقية بأنه تم إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان. لا تلبث إندونيسيا الاستفاقة من كارثة طبيعية حتى تباغتها الطبيعة من جديد بكارثة أخرى. فبعد ساعات من وقوع زلزال بلغت شدته 6.4 على مقياس ريختر بجزيرة جاوا الغربية، ثار بركان سميرو في الجزيرة، ما أدى إلى تصاعد سحب رماد كثيفة لمسافة تخطت 1.5 كيلومتر. السلطات الإندونيسية سارعت إلى رفع تحذير من البركان إلى أعلى مستوى، كما بدأت في إجلاء السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان في إقليم جاوا الشرقية، وحذرت السكان الاقتراب من منطقة الثوران خوفا من تدفق الحمم البركانية. ويأتي بركان سميرو في وقت لا تزال فيه الحمم البركانية النشطة تنفجر من بركان ماونا لاو في قمة كالديرا داخل حديقة هاواي للبراكين الوطنية، والذي تم رفع مستوى التحذير من البركان فيها للمرة الأولى عام 1984. جبل سميرو البركاني هو أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا والعالم، يبلغ ارتفاعه 3676 مترا. وفي مثل هذا اليوم من العام الماضي ثار بركان سميرو، ما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 169 آخرين. وبسبب تدفقات الحمم البركانية تضرر أكثر من 2970 منزلا في مقاطعة جاوا الشرقية. إندونيسيا التي تقع على حزام النار في المحيط الهادي تكاد لا تهدأ فيها ظواهر الطبيعة الغاضبة، وهو ما أعاد تشكيل نهجها في السنوات الأخيرة نحو الاستعداد المبكر والخطوات الاستباقية في عمليات الإجلاء والتأهب للكوارث في مسعى للخروج منها بأقل الخسائر الممكنة. عاد 3 رواد فضاء صينيون إلى الأرض على متن مركبة الفضاء شانشو 14 بعد مهمة استغرقت 6 أشهر. وقد قام رواد الفضاء خلال مهمتهم ببناء محطة فضاء صينية جديدة، وهبط طاقم في كبسولة بصحراء جوبي بالقرب من مركز جيو تشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية. قررت المزيد من المدن الصينية تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا اليوم، إذ تحاول الصين جعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجا بعد احتجاجات غير مألوفة على القيود الأسبوع الماضي. في خطوة طال انتظارها أعلنت مزيد من المدن الصينية من بينها أورومتشي في أقصى الغرب تخفيف القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا، رغم أنها لا تزال تعاني تزايدا في إصابات كوفيد 19. جاء ذلك في محاولة لجعل سياسة صفر كوفيد أكثر دقة في استهداف بؤر التفشي وأقل إزعاجا للمواطنين
بعد احتجاجات على قيود اندلعت على نطاق واسع الأسبوع الماضي. قيود كورونا تلك المرة التي تعد الأكثر صرامة في العالم دفعت إلى خروج عشرات الاحتجاجات في أكثر من 20 مدينة خلال الأيام القليلة الماضية في عصيان مدني غير مسبوق بالصين منذ تولي الرئيس شي جين بينغ السلطة عام 2012. السلطات الصينية أعلنت أن أورمتشي عاصمة إقليم شينجيانغ حيث انطلقت أولى الاحتجاجات ستعيد فتح مراكز التسوق والأسواق والمطاعم وغيرها من الأماكن بعد عمليات إغلاق صارمة استمرت شهورا. علاوة على ذلك ألغت الصين شرط فحص كورونا لركوب وسائل النقل العام، غير أنه لا يزال على مرتاد المطاعم ومراكز التسوق إظهار فحص كوفيد، كما أبقت على الحجر الصحي للوافدين من الخارج. أشعر أن ضوابط سياسة صفر كوفيد أصبحت أكثر مرونة عن ذي قبل، والجميع حريص على الخروج ويشعر بمزيد من الاسترخاء، وفي العديد من الأماكن يخرج الناس بسعادة هنا وهناك. لكن وعلى الرغم من أن القيود أكثر مرونة عن ذي قبل، فلا يزال يتعين عليك الانتباه لحماية نفسك، لأن الفيروس لا يزال موجوداً بعد كل شيء. في مقابل ذلك ذكرت أحدث إحصاءات يومية للجنة الصحة الوطنية أن الصين سجلت 31,824 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 4,213 ظهرت عليها أعراض و 27,611 من دون أعراض، وتم تسجيل حالتي وفاة جديدتين لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 5,235. تلك البيانات وتزامنها مع تخفيف القيود أثر مخاوف بعض السكان الذين يشعرون أنهم أكثر عرضة لمرض طالما وصفته السلطات بالمميت. ونتيجة لذلك أكدت بكين أن مشتريات كمامات N95 التي توفر درجة حماية أعلى بكثير من الكمامات الجراحية التي تستخدم مرة واحدة ارتفعت هذا الأسبوع تزامنا مع تخفيف القيود، لا سيما بين كبار السن الأكثر عرضة لخطر الإصابة في ضوء أن غالبيتهم لم يتلقى اللقاحات المضادة للفيروس. ارتياح تخالطه مخاوف العدوى، هذا هو حال سكان الصين في الوقت الحالي، فضلا عن مؤشرات تؤكد أن الصين لا تنوي التخلي عن معركتها للمحافظة على صفر إصابات بكوفيد 19. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي سيعدل قواعده للدعم الحكومي ليحول دون هجرة الاستثمار بفعل حزمة دعم أمريكية جديدة للطاقة الخضراء. يخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي قانون خفض التضخم الأمريكي الذي تبلغ قيمته 430 مليار دولار ويتضمن امتيازات ضريبية تنسخية لتخارج الاستثمارات من الاتحاد الأوروبي، ويعود بالسلب على الشركات الأوروبية من شركات صناعة السيارات إلى شركات التكنولوجيا الخضراء. هذا ودعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون إلى إنشاء صندوق سيادي أوروبي لدعم المشروعات الصناعية ومواجهة قانون خفض التضخم الأمريكي. واقترح بروتون أن يمثل تمويل الصندوق نحو 2% من الناتج الإجمالي الداخلي للاتحاد الأوروبي، أي نحو 350 مليار يورو. قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هيابيك أن بلاده ستبرم ما يسمى بعقود حماية المناخ مع الشركات الصناعية العام المقبل لدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة والتحول إلى الهيدروجين. يخطط هيابيك لمنح الشركات العاملة في الصناعات الكثيفة كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها الكيماويات والصلب وترتيبات الحصول على دعم لمدة 15 عاما وصفها بعقود حماية المناخ مقابل تقليل انبعاثات الكربون في إنتاجها.
ارتفعت صادرات المنتجات الزراعية والغذائية في كوريا الجنوبية إلى مستوى قياسي جديد خلال أول 11 شهرا من العام الجاري، حيث بلغت 8.8 مليار دولار بزيادة 4% عن نفس الفترة من العام الماضي. وتوقعت وزارة الزراعة والأغذية أن يصل حجم الصادرات السنوية للمنتجات الزراعية والغذائية إلى مستوى قياسي خلال العام الجاري متجاوزا 8.56 مليار دولار المحقق الذي تم تسجيله العام السابق. وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية ومجموعة جندال شديد مذكرات تفاهم لإقامة مصنع إنتاج الحديد الأخضر بالدقم باستثمارات تقدر ب3 مليارات دولار. من المقرر أن يقام المصنع بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ليوفر الحديد لقطاع السيارات والسلع الاستهلاكية المعمرة. أما رياضيا، فتأهل منتخب فرنسا لدور الثمانية لكأس العالم في طريقه للاحتفاظ بلقب البطولة. فازت فرنسا على بولندا ب3-0 في دور 16 على استاد تماما. سجل أوليفييه جيرو الهدف الأول في الدقيقة 44، كما أضاف مبابي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 74 و91. أحرز ليفان فاسكي هدف بولندا الوحيد من ركلة جزاء لينتظر المنتخب الفرنسي الفائز من إنجلترا والسنغال لمواجهة في دور الثمانية. أوليفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا رفع رصيد أهدافه في مونديال قطر إلى 3 أهداف ليصبح الهداف التاريخي للديوك الفرنسية عبر التاريخ. أعلنت تيتي مدرب المنتخب البرازيلي جاهزية نيمار دا سيلفا نجم المنتخب للمشاركة في مباراة كوريا الجنوبية بدور 16 للمونديال. شارك اللاعب في التدريبات الجماعية لسامبا استعدادا للمباراة، ونيمار كان قد تعرض للإصابة خلال الفوز على صربيا في المباراة الافتتاحية، لكنه غاب عن مباراتي دور المجموعات ضد سويسرا والكاميرون. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تخصيص 5000 تذكرة لجماهير المغرب في مواجهة إسبانيا بدور 16 للمونديال على استاد المدينة التعليمية. أكد الاتحاد المغربي للعبة أنه تم وضع التذاكر في الموقع الرسمي الخاص ببيع التذاكر، وتأهلت المغرب لدور 16 بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط. غاب الظهير الأيمن سيزار أسبليكوتا عن تدريبات منتخب إسبانيا الجماعية استعدادا لمواجهة المغرب في دور 16، كما تعرض للإصابة في مباراة إسبانيا الأخيرة أمام اليابان في دور المجموعات. سيلعب منتخب إسبانيا أمام أسود الأطلس الثلاثاء المقبل على استاد المدينة التعليمية، وهي المرة الثانية التي يتواجه فيها الفريقان في كأس العالم، وكان آخرها في مجموعات المونديال الماضي وانتهى اللقاء بفوز إسبانيا. إلى هنا تنتهي نشرتنا من القاهرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز العناوين. غدا في السودان توقيع الاتفاق الإطاري لإنهاء الجمود السياسي. أوروبا وموسكو تتأهبان لتطبيق قرار تسقيف سعر النفط الروسي. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن المفاوضات مع روسيا ممكنة إذا أبدت اهتماما بالدبلوماسية.
أخيرا وللمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، ويمكنكم أيضا متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وهي فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال. إلى اللقاء، وهنا القاهرة عاصمة الخبر. إلى اللقاء.